إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أبنائي الطلبة بنات الطالبات، يتجدد اللقاء معكم مرة أخرى في مقياس المصطلحات القانونية لكود تيرمينولوجي جوريديك، واليوم مع درس من دروس هذا المقياس. وكما سبقت الإشارة إليه، نركز دائما على هذه المقاييس الثلاثة: قانون المدني لو دووا سيفيل، قانون الإجراءات الجزائية لو دووا دو بروسيدور بينال، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية لو دووا دو بروسيدور سيفيل اي ادمنستراتيف. إذا اليوم مع هذا المقياس، مقياس القانون الإجراءات الجزائية. احنا دائما نقول ونذكر بأن هذه حصة مصطلحات، ماهيش حصة تاع المقياس، حتى يتم شرح كل ما يتعلق بالمواضيع التي نتطرق لها، لأن هذا يعني هو من اختصاص أستاذ المادة الذي يدرسكم كل مقياس على حدة. إذا دائما في إطار خطة العمل التي ننتهجها في هذا المقياس، كل محاضرة يعني تنقسم إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول يتعلق بترجمة المصطلحات القانونية، لا تخادوكسون دي تيرم جوريديك. الجزء الثاني من المحاضرة عن مفهوم مصطلح انطلاقا من مادة قانونية، لا ديفينيسيون دو تيرم ا بارتير دان ارتيكل، نتعرض فيه الى نص من نصوص قانون الإجراء الجزائية، نبدأ من العربية ثم الفرنسية، ثم نص اخر من الفرنسية الى العربية، وفي الجزء الثالث والاخير ندير قراءة لنص قانوني نختاره أو نختار عينة من أي موضوع في الإجراءات الجزائية باللغة الفرنسية فقط دون ترجمة، وبينا أهمية هذا العمل هذا، بحيث أنه يكسب الطالب مهارات في قراءة المراجع باللغة الفرنسية، وكذلك ينوع أثناء كتابة البحوث، ينوع بعض الشيء في مراجعه، بحيث أنه يقرأ كتب باللغة الفرنسية وفي كل التخصصات في الحقيقة، وهو ما نفتقر إليه لدى طلبتنا، بحيث نجد أنه في كل بحوث نتاعهم يعني تنعدم المراجع باللغة الفرنسية، وبالتالي إحنا هذا نريد أن نشجع من ورائه الطلبة، أبنائنا الطلبة، بضرورة على الأقل مرة على مرة نرجع إلى المراجع باللغة الفرنسية. إذن يعني الجزء الأول من المحاضرة لا تخادوكسيون دي تيرم جوريديك، كما فعلنا في مقياس القانون المدني زوبليغاسيون دو سيفيل، كذلك نفس الشيء في قانون الإجراءات الجزائية لو دووا دو بروسيدور بينال، رايحين نستخرج أهم المصطلحات القانونية الموجودة في الباب المتعلق ب الباب الأول المتعلق بالدعوة والشكوى وما يدخل في حكمها. إذن مباشرة الدعوة العمومية باللغة الفرنسية نقولوا ليكزارسيس دو لاكسيون بوبليك، البحث والتحري، لا ريشيرش إلى كونستاتاسيون، الضبط القضائي، لا بوليس جوديسيير، وكيل الجمهورية، لو بروكيور دو لا ريبوبليك، النائب العام، لو بروكيور جينيرال، من أن وكيل الجمهورية يكون على مستوى المحاكم أو نيفو دي تريبونو، وغالبا ما يكون معه مساعدين. النائب العام يوجد على مستوى المجالس القضائية، على مستوى أو نيفو دي كور. لا شومبر داكوزاسيون موجودة على مستوى المجالس القضائية مختصة في القضايا الجزائية. لا بلانت اللي هي الشكوى. لا دينونسياسيون البلاغ. لونكيت بريليمينير التحقيق الاولي، وياتي بعدها التحقيق الابتدائي. التحقيق الاولي يسموه لونكيت بريليمينير، والتحقيق الابتدائي ها هو هنايا لونكيت بريباراتوار. ثم لا كوميسيون روغاتوار الانابه القضائيه. لو ديلي فلاغون التلبس بجنحه او الجنحه المشهوده. ثم لو كريم فلاغون التلبس بجناية أو الجناية المشهودة، قل لو كريم وليس لا كريم،
كما هو مشهور، تقولوا لو كريم سي ان نوم ماسكولان، لو كريم فلاغون، جناية متلبس بها أو تلبس بجناية. نفس الشيء لو ديلي فلاغون، هنا في الكلام العادي نتاعنا نقولوا فلاغون ديلي، فلاغون ديلي مقصود بها لو ديلي فلاغون، يعني لو ديلي الجنحة، وفلاغون هو تلبس. ثم كذلك ان بروسي فيربال بي في محضر، لا ريكيزيسيون دو لا فورس بوبليك، لا ريكيزيسيون معناتها التسخير، تسخير لا فورس بوبليك القوة العمومية، لا ريكيزيسيون تفتيش، عفوا لا بيركيزيسيون تفتيش، لانه كاين لا ريكيزيسيون اللي هو التسخير، تسخير او تسخير، و لا بيركيزيسيون اللي هو التفتيش، لا غارد افو توقيف للنظر، من المصطلحات كذلك المعروفة والمشهورة في قانون الإجراءات الجزائية، توقيف للنظر يعني قبل التعديلات في نهاية التسعينيات كان يسمى بحجز للنظر، الحجز للنظر تغير المصطلح فأصبح توقيف للنظر، لأنه لا يمكن، لأنه كلمة حجز هي حط وإنقاص من قيمة وكرامة الإنسان، لذلك احنا الحجز يكون في الأشياء وليس في الإنسان، ذلك استبدلت الكلمة بكلمة توقيف. ثم لو بروسي فيربال، هذه راه لو بروسي فيربال هنا لو بي في، ولكن هنا محضر سماع، لو بروسي فيربال دوديسيون، لوديسيون هو السماع، لانتيروغاتوار الاستجواب، لا كونفرونتاسيون المواجهة، و لونكيت بريباراتوار شفناها قبل قليل هو التحقيق الابتدائي. إذا الحقيقة هناك مصطلحات كثيرة جدا لا يمكن الوقوف عندها، ولكن احنا فقط قمنا باختيار أهم تلك المصطلحات. إذن في الجزء الثاني من المحاضرة، la définition d'un terme à partir d'un article، كذلك نفس الشيء لا يمكن يعني ترجمة أو الوقوف عند كل المواد، وإنما وقفنا عند أهم المواد فقط على سبيل تشجيع الطالب على قراءة باقي المواد القانونية والنظر في ترجمتها، سواء إذا كانت قرأت بالعربية نشوفها باللغة الفرنسية، إذا شفناها باللغة الفرنسية نشوفها باللغة العربية. إذا هنا وقع اختيارنا على المادتين 72 و79 من قانون إجراءات الجزائية، لي دو زارتيكل 72 و 79 دو كود دو بروسيدور بينال. المادة 72 تحت عنوان الإدعاء المدني، لا كونستيتيسيون دو بارتي سيفيل. إذا المادة 72 من قانون الإجراء الجزائية، يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص. L'article 72 du Code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par une infraction jérima, peut يمكن أو يجوز en portant plainte, يرفع شكوى plainte, la plainte, se constituer partie civile. قول يتأسس يتنصب فهم؟ se constituer partie civile أو يدعي. عدة مصطلحات نستعملها في لغة القانون، يعني يمكن نستعمل عبارة يدعي، الإدعاء كما شفنا هنايا، كذلك نستعمل واحد العبارات أخرى في الحياة العملية ولا حتى في الدراسات القانونية، نستعمل كلمة تنصب أو تنصيب عفوا، يتنصب قول يتنصب كطرف مدني أو يتأسس كطرف مدني. قلت se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. Devant أمام le juge d'instruction قاضي التحقيق compétent المختص، la compétence الاختصاص. ثم كذلك مادة أخرى الآن العكس، مادة اللي هي الأرتيكل 79 دو كود بروسيدور بينال توجور، تحت عنوان لي ترونسبور لي بيركيزيسيون اي سيزي، الانتقال التفتيش والقبض. L'article 79 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour effectuer toute constatation utile ou procéder à des perquisitions. Bon, هذه الفقرة هذه العبارة الأولى
نقراوها باللغة العربية، يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم. On se transporter sur les lieux, أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات. Pour effectuer toute constatation, المعاينات les constatations اللازمة أو للقيام بتفتيشها. معاينة اللازمة les constatations utiles أو للقيام بتفتيشها. Ou procéder à des perquisitions. Les perquisitions, il y a تفتيش. ثم Et l'on donne avis au procureur de la République qui a la faculté de l'accompagner. ويخطر et l'on donne avis. Et l'on donne avis, يخطر بذلك وكيل الجمهورية اللي هو le procureur de la République على مستوى المحاكم كما أشرنا ذلك سابقا الذي له الحق في مرافقته qui a la faculté ou le droit de l'accompagner. Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق أو كاتب الضبط تابع له. Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق. Il dresse procès-verbal de ses opérations ويحرر محضرا قلنا لو بروسي فيربال هو لو بي بي اختصار تاع لو بروسي فيربال ويحرر محضرا بما يقوم به من اجراءات فهم il dresse procès verbal de ses opérations ou de ses procédures. اذا هذا فيما يخص الانتقال والتفتيش والقبض طبقا للماده 79 من قانون الاجراءات الجزائيه. الآن في الجزء الثالث من المحاضرة قمنا باقتطاع نص حول ان اكستري دان تيكست جوريديك. حول احنا قلنا دائما ان الجزء الثالث هذا نحاول الا نقوم بترجمته، لما نخلي الطالب هو الذي يجتهد في معرفة مفهوم او معنى هذا النص. على الاقل انا رايح طبيعة الحال أشير إلى بعض المصطلحات الفرنسية باللغة العربية حتى يعني يفهم الطالب أكثر محتوى هذا النص. إذا لا سيتاسيون ديريكت باغ لا بارتي سيفيل، التكليف المباشر للحضور. للحضور يعني احنا اختصار قلنا باغ لا بارتي سيفيل معناتها التكليف المباشر للطرف المدني، مفهوم؟ وحنا كما راح نشوفوا هنايا نعني بها التكليف المباشر للحضور، التكليف المباشر من طرف الطرف المدني. هذا الإجراء هذا أدخله المشرع حديثا يعني في بداية القرن 21 بحيث أنه أعطى في بعض الجرائم في بعض الجنح أعطى للطرف المدني الحق في أن يكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة في جرائم معينة. راح نقراوها هنا باللغة الفرنسية وأعطيكم فقط هكذا لمحة بسيطة باللغة العربية. إذا قلت cette procédure de citation directe permet à la victime d'une infraction. هذا الإجراء إجراء تكليف بالحضور أو تكليف مباشر بالحضور يعطي الضحية الحق في أن يقوم بهذا الإجراء ضد جريمة معينة تكبت ضده. De faire comparaître directement l'auteur de cette infraction. يعني يقوم باستدعاء متهم أو مرتكب هذه الجريمة أمام المحكمة الجزائية أو القسم الجزائي. Devant le tribunal pénal. هنا المقصود القسم الجزائي يعني أمام المحكمة اللي متواجد فيها القسم الجزائي. Sans enquête préalable du parquet ou du juge d'instruction. يعني بدون أن يلجأ. يعني دون عريضة مكتوبة لوكيل الجمهورية ولا لقاضي التحقيق. يعني لما أقول بدون عريضة أو أمام قاضي التحقيق ولا وكيل الجمهورية اللي هي الطرق العادية والتقليدية في رفع الدعوى العمومية
أو تحريك الدعوة العمومية أمام القضاء. Elle est applicable en matière de délit. هنايا إذا هنا راح يتضح أمر أكثر بخصوص التكليف المباشر للحضور. إذا قال elle est applicable يعني la citation directe. Elle est applicable en matière de délit. في مواد الجنح فقط. يعني la citation directe par la partie civile تندر فقط في مواد الجنح. Alors qu'en matière contraventionnelle, la loi est muette. يعني ما تكلمش عليها القانون على اعتبار انه الارتيكل 337 بيس الينيا اي 2 راح نشوفوا بانها تتكلم فقط على يعني جرائم من وصف جنحي. La victime d'un crime ne peut en conséquence recourir à cette procédure car en matière de crime et conformément à l'article 66 du code de procédure pénale, l'instruction préparatoire par un juge d'instruction est obligatoire. يعني واضح جدا بان التكليف المباشر بالحضور المشرع ما تكلمش على المخالفات، اما في الجنايات فلا يمكن ان نكون امام تكليف مباشر بالحضور على اعتبار ان الجنايات فيها التحقيق اجباري امام قاضي التحقيق. يعني ما تنجمش القضية تمر مباشرة للمحكمة لأنه كل الجنايات لابد عليها أن تمر أمام قاضي. فقرة ثانية من هذا النص. En principe et en application de l'article 337 bis alinéa 2 يعني هذا هو النص اللي يتكلم على التكليف المباشر بالحضور. إذا قلت en principe حيث المبدأ en application de l'article 337 bis alinéa 2 المادة 337 مكرر فقرة ثانية du code de procédure pénale. La citation directe par la partie civile ne saisit pas automatiquement le tribunal. Mais elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. Mais, et c'est là l'avantage de cette procédure, c'est les faits objets de la citation directe constituent le délit de diffamation. إذن كما سبق وأشرنا أنه أي دعوة عمومية ترفع ولا تحرك أمام القضاء لابد أنها تمر إما على وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، ولكن في التكليف المباشر للحضور لا يكون ذلك في ماذا؟ في هذا الجرائم الخمسة اللي نصت عليهم المادة 337 مكرر. واش هما هذه المواد؟ عفوا الجرائم. إذا واضح هنا لو ديلي دو ديفاماسيون هو القذف، جنحة القذف، او انكور دابوندون دو فامي الاهمال العائلي او ترك الاسرة. اثنين، ثلاثة، دو نون ريبريزونتاسيون دونفون عدم تسليم الاطفال خصوصا يعني في قضايا الزيارات ومتعلقة بالحضانة الى غير ذلك. يعني في بعض الاحيان ربما الرجل لا يقوم بتسليم المرأة ولا حتى المرأة في حد ذاتها مما يشكل جنحة يعاقب عليها القانون. كذلك الجنحة الرابعة دو فيولاسيون دو دوميسيل انتهاك حرمة المنازل. ثم الجنحة الخامسة وانكور دو شيك سون بروفيزيون استار شيك بدون رصيد. في هذه الخمس جرائم اللي هما جنح يمكن للمتضرر ان يكلف المتهم او مرتكب هذا الفعل مباشرة امام المحكمة دون المرور على وكيل الجمهورية ولا قاضي التحقيق. وهذا ما نصت عليه كما قلنا المادة هذه لارتيكل 337 بيس الينيا 2. إذا قلت سيت اوتوريزاسيون ني با نيسيسير اي سيت اون فيرتو دو ميم ارتيكل. واضحة؟ بور سيز انفراكسيون لا سيتاسيون ديريكت سيزي اوتوماتيكمون لو تريبيونال اي لو بروكيور دو لا ريبوبليك ne peut s'y opposer. لا يمكن لوكيل الجمهورية أن يعارض على اعتبار أن النص القانوني هو الذي يعطي الحق للمتضرر من إحدى هذه الجرائم أن يلجأ مباشرة par la citation directe للطرف المتضرر. إذا شكرا لك وبارك الله فيكم. Merci pour votre attention. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.